نصف مع اللي هو الجلد، نصف مع 50 جلد، لأنه عذاب الهدهد إيه؟ لا ينتف ريش. تفسير آية فعليهن نصفه ما على المحصنات من العذاب، يعني عذاب يعني صح الجلد. هنا ولا يقصد الرجم، لا، لأن الرجم إنهاء الحياة، واللي هو الآية اللي قبلها لما قال إيه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم قال قد جعل الله لهن سبيلا. قال إيه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وعلى السيد الرجل. فالرجل جه قال له يا رسول الله ان ابني كان عسيفا عند هذا، يعني كان بيلعب انا، فزنى بامرأته، فسألت اهل العلم، فاستفتيت اهل العلم فقالوا لي على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعليك 100 من الغنم، وعلى امرأة هذا والرجل. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أقضين بينكما بقضاء الله أو بحكم الله، أما الغنم فرد عليك، خذ غنم، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وقم يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فحفر لها، اعترفت فحفر لها فارجمها حتى الموتى. نعم الرجل الموتى. شكرا.